صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 103 لسنة 2024 بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تنظم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك على النحو الآتي الرئيس التنفيذي ويتبعه نائب الرئيس التنفيذي بدرجه وكيل مساعد وتتبعه اداره الشؤون التنظيميه اداره رقابه المؤسسات الصحيه